انا مش مستفيد حاجه، انا عايزهم هما بس يعني يرجعوا يندمجوا للمجتمع تاني معانا. طبعا. طيب نتكلم على الفكره الجديده بتاعتك. دي جايه، فكره حلوه قوي جايه معاك في الطريق. بص، هي فكره من زمان عندي، بس اللي حصل فيها انا بشكر فيها محافظ اسيوط اللي هو بلدي، يعني انا من اسيوط من البدائر. يعني الفكره ان هو لقى ست بتبيع نعناع على قفص كده او حاجه، فاشترى منها النعناع ولا قوم يا ست استريح. ايه؟ دكتور هشام ابو النصر. دكتور هشام ابو النصر، وراح موزع النعناع ده. انا كان عندي الفكره لا دي. لا معلش نفهمها اكتر شويه. هو اشترى منها النعناع واداها فلوسها، وادالها الفلوس وروحها يا ستها. بدل ما تقعد في الحر طول الوقت ده. اوكي، اخد بقى النعناع وزعه على الناس. حلوه قوي الفكره دي، حلوه قوي. الفكره دي بقى كانت عندي من زمان، ان في ناس كتيره جدا وغالبا ستات كلهم مش رجاله غالبا، يعني بتلاقي عليها قفص وتبيع شويه ليمون جرجير نصبه كده وتحط عليها. هتلاقي مثلا اللي بيبيعه ده كله مش هتكمل 100 جنيه 200 جنيه 300 جنيه بالكتير في عز الحر ده. ودي مش بتشحت، دي ست عندها كرامه وبتنزل بتسعى. بالظبط، وبتنزل تبيع ما بتمدش ايديها. طيب احنا بقى نرحمها شويه، وعندي الفكره بقول ايه، ان انا اخد الست دي واقول لها تمن الحاجات دي كام وادهم لها، واقول لها مسمي الفكريه استريحي يا امي. والحاجات اللي هاخدها دي، في ناس غلابه انا اعرفهم، في راجل بتاع خضار كبير في العمرانيه، لقيت بتاع 10 12 ست قاعدين، بقول له مين دول يا حاج؟ قال لي ايه؟ دول بيجوا على اخر النهار كده ياخدوا بطاطستين بتنجيتين يعملوا طبخ كده. وستات قاعدين يعني كده. فالراجل بيدي على دماغه، فانا بساعد مع المرض، فممكن اخد الحاجه دي واديهم للناس دول. يعني انت عملت خير هنا وعملت خير هنا. طبعا. وناس فعلا تشوفيهم فعلا، بقول بياخدوا ايه؟ قال لي انا بقى على قد ما بقدر، مثلا واحده تاخد مثلا نص كيلو بطاطس، نص كيلو بتنجان، تعمل وجبه. طب ايه اللي قعدها من الوقت ده عشان تقعد تاخد وجبه؟ وده هتلاقي فيه كتير، بس انا بقول لك على اللي انا شفته بعينيا. فانا عايز اقول لكل الناس في المحافظات، اي حد يشوف ست بتبيع حاجه زي كده هو غلبانه، بس بشرط يبعت لي على الفيس عندي. تمام، وانا مش هبين وشها. اوكي، احنا بنجبر خاطر الناس مش بنفضحهم. صح، انت بتعملي خير هنا. صح، وشها مش هيفرق معانا. دي نقطه مهمه، ولا اسمها هيفرق معانا خالص. تمام، واحنا نديها في عز الحر اللي احنا جايين في شهر 8، نقول لها استريحي يا ست الكل. تمام، يا ريت اي حد عنده ده، شايف اي حد يبعتها لي على الفيس واحنا نتواجد. وانا مبدئيا مش هقول لك بقى ان انا متبرع بخمس حالات، لا، انا ربنا اللي قدرني هعمل ده. واي حد يسمع ده، واحنا مش بنلم فلوس، لا، عشان برضه نبقى بعيد عن اي نواحي. لا، انت الست دي في الحته الفلانيه، يبعت لي اللوكيشن عشان احنا نروح نقول لها اتفضلي استريحي يا امي. طب ايه سبب تاثرك الشديد حتى وانت بتتكلم عن الناس اللي عندهم ازمات ماديه كبيره كده؟ بص، اصلا انا مش جاي من كوكب تاني. يعني انا جت ساعه الكورونا كان في حظر تجوال. تمام، انا متربي في امبابه، وكنا زمان ناس على قد حالنا، كنا بنروح نجيب من بقال على النوته. تمام، فانا مش جاي من كوكب تاني، انا مش قاعد مثلا انا فوق بتواضع، انا عشت ده وشفت ده. تمام، فجت فكرايه ان الراجل، فهتلاقي في مناطق شعبيه كتير، هتلاقي مثلا الراجل معاه البقال معاه نوته. ايوه مظبوط، عنده مثلا 10 حالات. تمام، فمثلا ايه، استاذه دينا مثلا بتعمل مثلا شنط رمضان، ابعتي لي 10، وده بعت لي 15، وده. تمام، فرحت للراجل علشان اقول ان الست الفلانيه دي عليها 200 300 جنيه. تمام، فبتصل بيها واقول لها الحساب خالص، وابعت لها شنطه رمضان، واحط في حسابها 200 300 جنيه تاني. تخيل الراجل قال لي ايه؟ انا هديله الفلوس. قال لي لا يا بيه، ما ينفعش، دول اهالينا، ما ينفعش اديك اساميهم. بص، رغم ان انا شوف البقال اللي هو المفروض بقول له خد الفلوس. تمام،
قال لي ما يفضحهمش برضه. برافو. قلت له انا مش هفضح، انا وشهم مش هيبان، انا بس هتكلم بس اقول لها كذا كذا كذا، انا لا يهمني صورتك، لا يهمني لونك، عنوانك على محمد منير، يهمني الانسان. فتخيلي برضو اكتشفت بقى كمان ان في الصيدليات ناس بتعمل برضو. ناس بتعمل خير، مش بدي شنطه في وسط الناس وليس لا، ده في صيدليات بيبقى واحد رايح يشتري علاج، والعلاج مثلا ب 300 جنيه ماشي، العلبه فيها شريتين، هو بياخد شريط لان مش هيقدر يكمل العلاج كله لغايه لما بعد اسبوع ربنا يكرمه يجيب. ففي ناس بتتبرع في الصيدليات ان لو حد عايز يكمل علاجه اتفضل، صح، من غير ما يتجرحوا، من غير ما يجرحوا.